دونك في الاعمال الفنيه بمعنى منصف ذويب يا اخي بالحق باش ترجع مع لامين هادي بعرض جديد؟ نعم الاجابه نعم للمره 20 للمره الثالثه. نتصور العقد اللي يربطك بلامين هادي فيه بنود اكثر من اتفاقيه كام ديفيد. بطلنا العقد لانه مهما كانت الظروف هو باش يكذبني. دونك فهمنا قلت له لا عقود ولا حتى شيء، كان ثم حوايج يجعلوا الرب ما ثماش. اما انت باش تشد الكاس، انت باش تشد الكاس المره. لا كاسه لا حمام، احنا باش نخدموا. شنو الخدمه كيف باش تكون؟ باش نعملوا روايه مع بعضنا جديده. جديده الثالثه بعد الماك الزكاه دوك الريشو اللي كانت اسمها فلوس الشعب صار عليها خلاف، تو باش نعملوا روايه جديده. اخراج دلينا لا 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 اخراجي انا سيناريو اخراج منصف ذويب نعم وحتى القاعه والتمارين غادي في السينيبو ولا مع لامين ديما ياجل معناتها معناتها كيقول وقت وديما ياجل عندكم وقت مثلا شنو ياجل علاش ناجل؟ لا بمعنى لامين نهدي نعرفوه لو كان جيت متردد جدا انا تو مثلا شخصيا لو كان جيت نحكي لك قلت لك راه فما ساله وثلاث سنين نخدم عليها وشوف وقتك كان معبي ما قعدتش انا في الدار انا نبكي دونك جي بريباري ان اسباس قاعد يخدم على روحه ربي عينه. بعد هذاك باش ندخل في حاجه اللي هي ما بروبر كرياسيون ارتأيته بعد مدام كنزة باش نعمل مسرحيه مع لامي ونفضل برشا حاجات قدم وكذا داكور. المشكل المالي بالعشرة آلاف بالتقسيط المريح بالدور وباللي نحبوا احنا والمنتج البناء علاش ما مشيتش؟ ما مشيتش مشيت في على الحيط عامل ثلاثة عروض روحت سا اكزيست لي شاك راهو يفو لو ريكونيتر مو جو ريكوني اللي هي مسرحيه على الحيط وكان من ال قوش كيفاش يقولوها معناها من ال الجرأه باش نحيتها رغم اللي هي ماليا كانت نجم تسلكها كي برشا عاجات قعدوا سته سبع عروض. انا باش نسالك علاش خاطر منصف انت ديما العروض الاولى نتاع اعمالك ما تعجبش ومن بعد بشوي بشويه مش ما تعجبش معناتها كارثه ولكن نعرفوا اللي من العرض الخامس للعاشر اكتمل المسرحيه عليه ما صبرتش على العرض هذا يظهر لي اسباب مش فنيه بتت مش فنيه لا النص رائع من المؤلف نعرف منصف ذيب هاي اللي يكتب عنده بلومه على الحيط